مخرج طبعا الفرقة، نعم. اختيار الممثلين، توجيههم على المسرح، خشبة المسرح برضو، هل ليها مواصفات، في حاجات واحتياطات كده بتتاخد؟ طبعا هو التجربه لها خصوصيه بشكل يعني عن كل التجارب التانيه، لان احنا بنعتمد مع الممثل العادي على نظره على المسرح، احساسه بالاضاءه، دي نقطه بنفتقدها برضو، احساسه باللون، بالحاجات دي كلها معاهم هم. انا كنت متصور وانا ببدا في الاول ان الحاجات دي كلها هتكون مفقوده في الموضوع، لقيت العكس تماما، لقيتهم ان هم بيعوضوها بحاجات تانيه. طبعا الى جانب مساله التدريب في حد ذاته، يعني التدريب بيبقى لغته مختلفه، يمكن معظم المخرجين بيعتمدوا على مساله ان انا بشاور للممثل تعالى اطلع قدام، بشاور له يمين شمال، حتى اشارات ايديه هو بيبدا، يعني لما بكون بوجهه في اشاره معينه مثلا ولا حاجه اقول لا دي تبقى ايدك واخده كده، فاحيانا بنضطر ان احنا نقول له شكل الايد عامل ازاي، شكل الانفعال عامل ازاي، شكل رياكشنك عامل ازاي. صعبه الحكايه؟ طبعا صعبه، بس هو بصراحه اصرارهم في الموضوع هو اللي كان مسهل الموضوع جدا جدا فوق الوصف. يعني انا كنت اول ما قبلت على التجربه اكتر من حد يسالني يقول لي طب هتعملها ازاي دي؟ هتتصرف معاهم ازاي؟ لكن هم اصرارهم، يعني ممكن اكتر فرقه يمكن فيهم ميزه جميله جدا، معظم الفرق لما اجي اشتغل معاها او اي مخرج بيشتغل مع اي فرقه تلاقيه يعني هو بيحاول يطول البروفه والفرقه بتبقى هي عايزه تخلص البروفه بسرعه. هم العكس، يعني هم بيحبوا يشتغلوا كتير، عندهم هدف ويتعبوا اكتر ويكرروا ويضيفوا ويطلبوا تعديلات ويطلبوا بالشكل ده، لدرجه ان انا كنت بقول لهم انا تعبت، يعني انا المفروض ان انا صحيح انا تعبت منكم يعني.